أهلا وسهلا فيك عبد الإله، أهلا وسهلا فيك يا سارة، ويسعد صباحكم جميعا. صباحك. طبعا الآن في أبها الجميع مهتم في مجال الرسم، إضافة على ذلك في مجال الخط. عندي بجانبي أيمن العواض مهتم في هذا المجال، وشاهدنا قبل عدة أيام مقطع له انتشر عن اللوحة المشهورة بشعف بني مازن، وهذه اللوحة متواجدة الآن في حديقة أو في منتزه بني مازن، ليكونون الزوار مصطفين يطلعون أكثر على هذه اللوحة. بكلمنا أكثر المبدع دائما في هذا المجال الأخ أيمن العواض، لحدثنا أكثر عن اللوحات الإبداعية اللي دائما يسويها. بداية نسعد صباحك، ما شاء الله يعني متواجدة الآن إحدى اللوحات الجميلة من يدك، بس كلمنا في البداية أحمد عن بداياتك في هذا المجال. أول شيء الله يصبحكم بالخير، صبح جميع المشاهدين بالخير. حقيقة بدايتي كانت قبل 6 سنوات أو 7 سنوات، اهتميت في هذا المجال، دخلت في الخط العربي لما فيه من الأصالة ومن التراث الذي لازم أن نحتوي. الشيء الثاني بالنسبة للوحة شعف بني مازن، هي أخذت مشاهدات عالية والحمد لله على هذا الشيء. طبعا كانت الفكرة بالخط السنبلي، وكانت تحديدا بالتكوين خاص بالمنتزه هذا. اي نعم. طيب هل في ابعاد او اطوال لهذه اللوحه؟ لان ما شاء الله اللي شفتها في المقطع جدا كبيره. اي نعم، هي تقريبا مساحتها كانت 4 امتار في 4 امتار على شكل مربع، فكانت بالاساس هي دائريه، وكانت عن طريق الاطراف نوعا من الخط المبروز، تعطي جمالية أكثر. أحمد، لكل إنسان في أي مجال له ناس يدعمونه، بس أيمن من الأشخاص اللي يدعمونه؟ والله أكثر شيء اللي داعميني الأسرة، عائلتي، الوالد ما أنساه، هذا أكثر شيء اللي كانوا داعميني فيه. جميل. طبعا الحين متواجدة إحدى اللوحات اللي سويتها أنت، إيه تكلمنا عنها وأيضا عن الخطوط اللي موجودة في هذه اللوحة؟ هذه اللوحة طبعا فيها البسملة بخط الثلث، أيضا فيها سورة الرحمن مع سورة الإخلاص والمعوذات. طبعا بقية اللوحة بالخط الديواني كامل، والبسملة كانت بخط الثلث. جميل. طيب وش المشاركات اللي شاركت فيها إما في أبها أو خارج أبها؟ مشاركات والله عديدة، كان من ضمنها مسابقات الفنية الخاصة بالخط العربي. طبعا آخر مسابقة كانت مسابقة خط من تراثنا الذي كان يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، والحمد لله يعني أخذت مركز عالي فيها. الله يوفقك إن شاء الله. بس سؤال آخر، دائما الناس الشغفين بهذا المجال بعض الأحيان يكونوا متحبطين، وش النصيحة اللي تقدمها للناس أو المبدعين في هذا المجال؟ الخط طبعا هو روح قبل أي شيء. الشيء الثاني بمتابعة التدريب المستمر يصل الشخص إلى مستويات عالية. جميل. الله يعطيك العافية أيمن، وما شاء الله لوحة إبداعية وما هي غريبة عليك، شاكر ومقدر لك. الجدير بالذكر سارة وعبد الله يعني تحتضن منطقة عسير العديد من المبدعين إما في مجال الرسم أو الخط أو حتى في التصوير، وطبعا الآن تشهد منطقة عسير وبالتحديد مدينة أبها أمطار ودرجة حرارة تصل إلى 14 درجة مئوية، والجميع مستمتع بهذه الأجواء. طبعا هذا كان كل ما لدي، أنتقل لكم بالصوت والصورة. أجواء بالصحة جميلة والعافية مع الطقس الرائع. شكرا لك عبد الله بن شهران.